يعني كمجلس نواب يعني دا تراقبون بأنه مصالح العراق في خطر من هذا التصعيد؟ يعني اليوم الكلام دا يتجه نحو المزيد من العقوبات، نحو المزيد من التضييق على إيران، وبالتالي إحنا ما لنا شغل لا بإيران ولا بأمريكا. العراق وين في هذه المعادلة؟ إلى أي درجة مصالحه الآن في خطر؟ إلى أي درجة محاولة أن يكون في خانة الوسط ما بين كل هذه الأطراف المتخاصمة راح تكون هذا المكان الوسطي راح يكون في خطر، وبالتالي لازم يروح يمنى أو يروح يسرى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللضيوف الكرام. أهلا وسهلا. وإلى جميع متابعي قناة الفلوجة. المشهد معقد، ليس يعني الموضوع في يعني موضوع يسير فيما يدور في المنطقة في الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وهذا التصعيد يعني يؤثر تأثير كبير جدا على العراق. العراق لا يمكن أن يكون أن يأخذ دور المتفرج في هكذا أمر، طالما يعني نتحدث من باب المصلحة الخاصة للبلد. على سبيل المثال، العراق سوف يكون أول المتضررين، يعني لربما أكثر من الجمهورية الإسلامية نفسها. ليش؟ بدليل أنا اليوم يعني بأنبوب الغاز الإيراني اللي يغذي لي محطات الكهرباء على سبيل المثال، ممكن 6000 ميجا واط تطلع من الخدمة. هذا واحد في حال صارت حرب؟ بدون حرب، إذا العراق امتثل للعقوبات وما حصل الاستثناء البديل اللي حصله مثلا هسه العطوة الأولى، العطوة الثانية، ايش تسميها؟ هي عطوة فهذه عطوة. أولا 6000 وأنت قادم إلى فصل صيف، وهذا ربما يسبب لك حرج جدا كبير وتهديد الأمن الداخلي من انزعاج الناس ابتداء من العملية السياسية ومن المتصدين. هذا واحد. نقطة اثنين، إذا لا سامح الله حصل تصادم مسلح وبدأت الضغوط تشتد على الجانب الإيراني ولم يكن لديها مفتاح سوى مضيق هرمز، هنا نسأل سؤال، أنا الموازنة مالتي تقرأ 90% نفط، وعندنا 3,600,000 برميل هي تمر من مضيق هرمز، لو كان هذا المنع بهذا الاتجاه العراق سيختنق اقتصاديا، وسوف يكون هناك الموت البطيء، ليس فقط إلى يعني لقيادات، وإنما الشعب العراقي هو المتضرر الكبير بهذا الموضوع.